100 اللي تعطات فيه البو ديالو 100 مليون اه وتباع ولا مازال واش يبيعوا هنا واسير نتاعي مين هو المخدم عندك تزاح احمد سير تقيف شنو داير تستنى الحاج 16 شهر كيف ما كتشوف منين اللي تعطات فيه شنو داير استنى الحال شنو 16 شهر كيف ما كتشوفوا معايا الناس العود مازال عنده 16 شهر يعني عام و4 شهور مازال سنة الحليب غادي نحاول نشد لكم العود كامل شوفوا تبارك الله من المرقد ديالو هذا الخميس حتى نيت ولا واتزم اوكي تبارك الله واقف خيرات تبارك الله يا بابا طل من صاوبت لك الفيديو ها صاوبت النمره يلعب ولي والله تصاوبت لك القرصه وكون هاني انت وانت ما ندير وانت ما كاين هاني كون هاني انت سير على الرقال الحاج بعدا الرقال حومات وداك الشيء مرحبا انا خويا ما دير عطيهم ما خذوش مرحبا راه ولادك وصحابي صحابي صحابي وش دير في الله دير في الله دير في الله كما كتشوفوا تبارك الله الخيل هذا يستاهل لحد الان مازال تعطى مازال الثمن اللي معطي فيه 80000 درهم 8 ملايين شوفوا تبارك الله الوقفه ديال الهاوي السن سنة الحليب ايوا انا تنقول هذا عام وصل عام وصل عاود ماما وبابا وهذا تقول معك والله الا ما تصنت بعد هذا كلفوا الغاد وخرجوا لنا هاك مو علم
راه حبيبي الحاج ولادو صحابي وكلشي. انا راه بغيت صحابي المليح والله تنبغي لك المليح عزيز عليا والمحبه. عدو عامو صافي. كيف ما كتشوفوا معايا تبارك الله الصف كامل جمع على هذا العود. كامل مكمول العود كما كتشوفوا معايا تبارك الله. تعطات فيه 80,000 درهم 8 ملايين. الله ما كانوا قريدي ديال الدو في عاد حيكات عيب شي صبوات انا باغي شي قريدي مسكين ما كان هضر ما كاين والو. كاين الله كاين الله وحده باش لما غادي نمشي ها هنا راه جاني عبد الزراد الملوث يزربيا. كيف ما كنشوفوا انا السيد جرم ولا عاود الهيبه باش يتفاهم مع الثمن. سامع 8 غادي نحاول من بعد باش نشد لكم العود كامل تبارك الله. ثمانية تعطات فيها عام تفجر صحيح يلا عنده عمر 10 باقي صدر الحليب هذا. يلا عمر 10 عنده أنا. سامع 8 كما كتشوفوا معايا تبارك الله الوقفة ديالو. غادي نحاول نبين لكم الظهر ديالو تبارك الله.
اسمعني سير كيف ما كنشوفوا العود والبلد ديال تبنياتنا خارج. شوفوا معايا تبارك الله المشيه ملكيه شوف هنا باش نبدا كيف ما كتشوفوا معايا تبارك الله الهيبه ديال العود والمشي ديال العود غادي نشوفو يمكن العود تباع تبارك الله كلمة اللي كيقولوها كاع الناس تبارك الله شوفوا تبارك الله العود هنا غادي نحاول نشد لكم العود كامل شوفوا تبارك الله هذا بلاصتو بوحدها غادي نحاول نبقاو مع هاد العود هذا ان شاء الله تيتباع على خويا تعطات فيه 8 مليون اهم لا قرو تلقيك عليه شوف شوف قول هنا كما كتشوفوا معايا تبارك الله اي واحد كيدوز من حدا العاود كيسول الثمن ديالهم يعني الناس مصدومه بهذا العاود تبارك الله هنا غنحاول نبين لكم العاود كامل كيف ما كتشوفوا معايا تبارك الله لا مازال ما داش واقيلا باقي ملي خرجوا ما نضرش باقي ما تباعش باقي كنت بعموله لا كنت بعموله كيف ما عودناكم في قناة الفلاح فلوك دائما المليح دائما الجودة اشتري
داز داز العمي ميك داز لا مازال طونا 8 صاحبي انا 5 كما كتسمعوا معايا مازال ما دارش مازال نفس الثمن اللي تعطى فيه مازال هو اللي باقي فيه 8 ملايين 80 الف درهم ايوا هذا هو راس السوق اليوم ثلاث خميسات كيف ما كنشوف انا السيد اللي عطى فيه 8 ملايين هو جا تابع العود هنا عفوا مازال 8 ملايين مازال 80 الف درهم يعني حتى السيد اللي قال قبيله زادته 500 ما ما عطاهاش كما كتشوف معايا كمية هائلة ديال العباد الله اللي تجمعت عليه قناة الفلاح مرحبا شوفوا معي تبارك الله العود كما كتشوفوا معي الشاهد تيك توك شوف معي الناس اللي تجمعت عليه تبارك الله العود خرج من الرحمة ديال الخير ومازال الناس مجمعة عليه امين يا ربي ابراهيم وانت لقوا عند لجي حمشو بحنو عند الركاب عنده
خبش طعامه والخير خسر رمانة خسر رمانة باقي صغير باقي سنة الحليب باقي نعاود صغير شو اخويا عمره 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 قرونا قرو كيف ما كتشوف ما داز بعشرة دا الحاج بعشرة احنا وعشرين معكم انتم انتم الجزء زيدوا لنا اخويا شويه خلي هو يجيب ثمانية رمان محمد تسالوا على ميم تسالوا والله تسالوا تسالوا على ميم كيف ما كتشوفوا ان السيد كيضحك معنا هذا صاحبي شوف سيد تبارك الله كيبوس هو العود والدين ووالدك امين امين يا رب الله يسلم ولاد عيما مولاي الله يسلم الله يكرمك امين امين يا رب امين يا رب امين يا رب كما كتسوب انا السيد كي دعي مولاه بالك في 8 وصلت 8 ونص شتي تقول تباب 10 شتي تقول مازال ما تباش حنا باقي كنشوفو الناس راه ما باقي اللي كيتشاوروا على الثمن ديالو هو طلع الوفا كاشا وصل اخويا هذا شحال وديالنا شحال يا خويا اللي صاحبي الله يا ربي تحفظ يا ربي تحفظ يا ربي تحفظ يا ربي تحفظ كما سمعنا بعد الهضره اللي دازت تقريبا في الفيديو غتلقاو ان الناس كاين اللي قال 8 ونص كاين اللي قال انه شباب 10 مازال السيد اللي شاد العود مازال تيقول ان 13 8 باقي حتى شي حاجه ما جاتش المشاورات كاينه اللي هي باقي عباد الله مجموع اللي كيتفاهموا على الثمن احنا مازالين معاهم هنا كما كنشوفوا حتى الناس جينا في الباب ديال الرحبه ديال العجول الناس كتخرج العجول ديالهم غادي تسامحوا لان كنقطعوا بعض المرات يعني كنبعدوا شويه على العود سرقة
انا متفق معك مرة لا عندك الشفاعه اللي ما دابا تنحوا اللي عندك اللي بالطريقه اللي في الوالد ايوه نصح هو قائد يعني عندك شو هو ربي سهل اليوم والله يجيب لهم تيسير صافي داز على ميمير مازال مازال ليات مليات مليات ما بغيتيش ما كنشوف هنا العود خرج من الرحبه ديال السوق كيف ما كنشوفون هذا جوج 8 تبارك الله البو ديال جدع شحال تعطات فيه الحاج الحاج 100 اللي تعطات فيه البو ديالو 100 مليون وتباعوا ولا مازال بغاش يبيعوا مولا لا ب 100 لا ب 200 لا ب تبارك الله راك يعطي سولانه نقيه كما سمعتوا معايا ان مول العود الاب ديال هذا العود هذا تعطات فيه 100 مليون ومولاه ما باغيش يبيعو داز اخويا داز ولا مازال مازال العود خرج من الرحبه الناس كتصور معاه اي واحد كيدوز من حداه الا وكيطلب انه ياخذ صوره معاه شباب تجيبوا الخصم والله يجي هذا
هذا خونا نبيل اللي تعودنا عليه دائما في الخميس. كيداير سي نبيل؟ الله يحفظك بخير. هذا داز ولا مازال اخي؟ انا ركبوه. تركبوه دابا نيت؟ كما عودناكم دائما سي نبيل وطيبي والدردور الثلاثي اللي كان دائما كيعودنا على الركوب في سوق الخميس. اليوم من مباشره من ثلاث الخميسات ان شاء الله غادي نشوفوا الركوب. القدم ديالنا سي نبيل كتشوف معايا تبارك الله. كيفما كتشوف معنا الثنائي تبارك الله من سوق ثلاث الخميسات. كتشوفوا معنا الإعادة Thank you.
ما كتشوفوا معنا الإعادة انطلقت. تبارك الله اليوم.